التعازي لأسر المتوفين، وبنتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل. يمكن آخر حصيلة، ارتفاع حصيلة الوفيات ل 19 حالة وفاة زائد كيس أشلاء، وحالات المصابين ل 30 مصاب. المصابين موجودين بالفعل داخل مستشفيات معهد ناصر ومستشفى دار السلام هرمل، بيتلقوا الرعاية اللازمة. عندنا 5 حالات منهم حالتهم خطرة، أو 3 حالات عفوا، من 3 لـ4 حالات حالتهم خطرة في داخل الرعاية المركزة، لكن باقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح الإصابات بين كسور وجروح قطعية في الجسد، ويمكن بعض الحالات بتعاني من ارتجاج في المخ، بعض الحالات بتعاني من حروق بنسب مختلفة. لكن جميع المصابين في الأخير بيتلقوا الرعاية اللازمة، والسيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد متواجد الآن بمستشفى معهد ناصر، ومتواجد مساعديها ومستشاريها بيمر على باقي المستشفيات للإطمئنان على حالات المصابين. ومرة تانية بنتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل بإذن الله. نعم، وزيرة الصحة قالت أنه تم تحويل تقريبا 43 حالة لمواقع أخرى. لا، تم إخلاء 54 حالة من المرضى اللي كانوا محجوزين في معهد الأورام بعد الحادث، وتم توزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وهم الآن موجودين بالمستشفيات يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. نعم، لكن فيما يتعلق بداخل المستشفيات، طبعا هناك طبعا جهود مضاعفة للاستعدادات واستقبال الجرحى والمصابين. ماذا عن الاستعدادات داخل المستشفيات؟ يمكن رجعت بنفسها جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين، وبما ان معظم المصابين موجودين في مستشفى معهد ناصر، فتم استدعاء كافة الأساتذة والاستشاريين من التخصصات المختلفة والجراحات الدقيقة، وتم فتح جميع غرف العمليات، والإمكانيات موجودة الحمد لله داخل المستشفى، مراجعة أكياس الدم وأرصدة الدم والحمد لله متوفرة. المستشفيات جاهزة لاستقبال كافة المصابين والتعامل معهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. نعم، نشكرك سيد والدكتور خالد نجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على هذه المعلومات، كنت معنا من القاهرة.